نعم، ماذا لو كان الحبيب بينكم؟ فأي جواب لكم وأنتم لا تطيعونه؟ إنما تطيعون سوى حكامكم الطاغية بملك الله لا سمح الله. فأرجو من الله سبحانه وتعالى يا أهل الإسلام العرب من المشرق والمغرب أن تتذكروا علماءكم الأقلية للدين الإسلام بالحق، ولو أنهم لم يكن لهم علم عن علوم الدين الإسلام كلها للأولين ما تبين بالزبور والتوراة والإنجيل. وإلا أن تتذكروا توسع الحضارة الإسلامية الأندلسية والعثمانية التي انخرطت إلى معرفة أديان الآخرين، وكان سعيهم توحيد الله تعالى، ولم تلقى لهم الفرصة إلى توحيد الرسالات الإلهية السماوية الإسلامية للسلم والسلام لوحدة الرسل والأنبياء أجمعين. فتعالوا يا أهل الإسلام من المشارق والمغارب لنبني سدا على هؤلاء الطغاة لحين استرجاع الحق منهم، بالتي أحسن أن لا يكرهون الحق المبين بعد هذا الحديث الشريف، وإننا لقادرون أن نعيش بينهم بدونهم وهم لا يشعرون. فأهلا وسهلا لمن اهتدى منهم، وباب سفينة النجاة مفتوح للعالمين، لا نفرق بينهم أحدا إلا بتقوى الله للدخول في مشروع الإسلام المجدد بالكفاح والجهاد والعزيمة. إنني يا رسول الله الكريم، نبي الله الحبيب، خليفة الله للسلم والسلام، المسلم المصطفى المهدي بسلطان الله للبينات، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر هذا صلى الله عليه وسلم، غير مسيطر عليهم، إنما هو الله عز وجل المسيطر عليهم بكل ساعة لزمن ومكان ما على الأرض الكريمة. لعلكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المتحكم على الزمن والمكان، وأن يعارضوننا بقول الكذب والنفاق نعارضوهم بقول الحكمة، وأن يعارضون بالعمل السيء لنعارضوهم بعكس الفعل للحماية والدفاع عن النفس الزكية المسلمة. فدعوهم يمكرون أنفسهم لحقيقة تاريخ الإسلام منذ نشأته الأولى، فطوبى للمسلمين المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر لهدايتهم لإتمام النشأة الآخرة للإسلام للسلم والسلام على يد أول وآخر الأنبياء والرسل، الرسول الشريف النبي الحبيب المسلم المصطفى المهدي، كخير خلق وهديا لليوم الآخر من الله سبحانه وتعالى، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لكل زمن ومكان صلى الله عليه وسلم. وقد ظلموا أنفسهم خلال 12 قرن لما لبثوا ك300 زائد 900 سنة من يوم معدود عند الله تعالى بالكون. إن الله سبحانه وتعالى يعلم بما لبثوا وهم لا يعلمون. فحذارة ثم حذار من اتباع ملتهم، والشيطان اللعين باسط قرينه على ديارهم، لعلكم تطيعون الله الأعلى والأكبر ورسوله الأمين النبي الحبيب المجاهد في سبيل الله للحق المبين للإسلام، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لليوم الآخر، محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر صلى الله عليه وسلم. إن للمؤمنين أجمعين لهم الفضل الكبير عند الله تعالى وبركاته، عسى الله الغفور الرحيم يعفو عنكم ويرضيكم وينصركم أينما كنتم ومتى كنتم إن اتبعتمونني بكل إحسان ليوم الدين القريب. وقد أرجعني الله الحي القيوم، حي ولا يموت، إليكم كعلامة كبرى لاقتراب الساعة. إن الله الملك القدوس قادر على أن يحيي الموتى بين المغرب والمشرق، فأحياني الله الخالق المصور كأول شهداء الإسلام، شاهد عليكم بهذا اليوم الآخر لما صنعتم وما زلتم تصنعون، وما على الرسول إلا البلاغ المبين المنير. إنهم إذا شيوخ أهل قريش من الأولين للآخرين، كفروا بتحريف سنة الله فكذبوا وشركوا بالله لما اتبعوا من حكم وولاء شيطاني،
الأميين، سعيهم تخدير عقول المسلمين الأميين الأميين والغير أميين لاتباعهم حزب إبليس اللعين، باستعمالهم الأساليب المغناطيسية بالسحر والشعوذة في سبيل الرؤية والرقية على يد شياطين الجن، والأقبح من ذلك لاستعمالهم آيات الله تعالى الكريمة فيربطونها بآيات ليست من قول الله تعالى لا سمح الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم والبصير النصير. وكأنهم يحاربون الجنة وهم لا يعقلون لفقدان المجنون عقله، فيشفيه سوى الله سبحانه وتعالى على يد كتابه العزيز القرآن الكريم الحكيم العليم بآيات العليم بآيات محكمات ضد سحر وشعوذة شياطين الإنس والجن. إن الله عز وجل يهدي لمن يشاء ويشفي لمن يشاء منكم لعلكم تتقون. فاقرأوا القرآن الكريم كتاب الله المقدس بدون جهر على الأذن اليمنى للمريض، يخرج الضرر من أذن اليسرى بعد فترة قصيرة من الزمن لإعادة على الأقل بثلاث جلسات قرآنية. وكذلك المريض ألا يسعى عن قراءة القرآن الكريم النعيم للشفاء، والشفاء سوى من عند الله تعالى المبارك. فاللهم اجعل العقد السحرية على الشعرات والأحبال وغيرها بينة تنفك أينما كانت، بالقبور أو البئر أو الصحراء أو الكهوف أو غيرها من مخابئ لشياطين الجن، لما صنعت الأعراب واليهود والنصارى من إثم وعدوان على يد السحر والشعوذة على المسلمين والغير المسلمين بعد المظلومين من بني آدم عليه الصلاة والسلام. آمين يا رب العالمين. لقول الله ولقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العليم العظيم رب العرش الكريم. وعود قولي لشباب العصر والنهضة الإسلامية، إنني يناديكم أن تصحوا من غفلتكم للشيطان اللعين، إنكم آخر جيل من الأجيال لهذا العصر، إن لم يقبل الله سبحانه وتعالى بجيل آخر بعده، وأنتم متحضرون بعصرنة العلوم كالعولمة، ألا تتبعوا السفهاء المتشددون في الدين والحكم، وقد انحرفوا عن حكم وشرع وسنن الله للأولين والآخرين بكتب الله المقدسة. كم من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى لكتابتي الرسالة الإلهية الإسلامية المقدسة كالزبور والتوراة والإنجيل، ثم يبعثه بالبينات لتبيينها، وهم غافلون عن بعثة الرسل من الله سبحانه وتعالى. وآنذا قد دامت هجرة الرسالة الإسلامية أكثر من 14 قرن لتبيان على الدين كله بعد 14 قرن، فسبحان الله عما يصفون هؤلاء شيوخ الأعراب بالمشرق والمغرب. فجئت بإذن من الله سبحانه وتعالى بعد الاستقامة إليه لتنبيهكم على الصراط المستقيم كطريق موحد من أول الرسالات الإلهية السماوية الإسلامية بالزبور والتوراة والإنجيل إلى آخرها بالقرآن الكريم العليم الحكيم، الذي به أبين لكم البينات لختامة الرسالة الإلهية الإسلامية لتوحيدها بتوحيد الربوبية على منهج مكارم الأخلاق الربانية والروحانية، لعلكم تستقيمون كذلك لله القهار الجبار. وإن خير الخطائين هم التوابون عند الله للعودة إلى الطريق المستقيم. وإلا إن عذاب الله أليم، ولا يعلمه سوى الله العظيم الذي يبعث إلى
علينا كمؤمنين بالله واليوم الآخر جنودا من السماوات والأرض كخمسة آلاف ملك عظيم بعدما بعث إليكم ثلاثة آلاف من ملائكتي وأنتم لم ترونها ولم يتعرفوا عليها اليهود والنصارى على مرآتهم الإرهابية إلا طائفة من المؤمنين بالله واليوم الآخر قليلة ينصرهم الله سبحانه وتعالى ولنصر الله الأكبر قادم اليوم كاليوم الآخر ورسول الله تعالى فيكم ومنكم وبينكم النبي الحبيب المسلم المصطفى وقد اصطفاني الله سبحانه وتعالى على نصر عظيم للفوز العظيم للإسلام والمسلمين جمعا بالتي هي أحسن محمد الأحمد بحمد الله والمحمود بروح القدس لليوم الآخر هذا صلى الله عليه وسلم بإذن الله وعلى بركة الله مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى يا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله الغفور الرحيم رب العرش العظيم فاصمدوا واصبروا واتقوا الله تعالى إن الله العزيز الحكيم وتوحدوا على الحق ولا تتوحدوا على الإثم والعدوان إن نصر الله لقادم باقتراب نهاية حكم الله بيننا وبينهم.